بسم الله الرحمن الرحيم. أنا التعريف على نفسي الاسم زكريا موسى عويمر، العمر 68 سنة. تحولت من مستشفى توام إلى بروفيتا فرع الفوعة، وكنت بذلك الوقت أزن 135 كيلو، وكذلك لا أستطيع القدرة على المشي والحركة، ولكن تم استقبالي هنا. الحمد لله كان استقبال رائع وأشكرهم على ذلك، وتم علاجي، وهي طريقة العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي بالرياضة وكذلك غسيل الكلى، وذلك متابعة الفريق الطبي الموجود بهذا المركز، وأشكرهم جميعا على رعايتهم الخاصة لي. والحمد لله رب العالمين، لم أكن أتصور أن أكون بهذا الشكل.